القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طارق أحمد حسن المقري المعروف والمقيم بالسروهيد بمركز ومدينة منوف. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه و
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
قل Oh, no, no, no.
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قالت امرأة عمران
كلما دخل عليه
زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طارق أحمد حسن القارئ والمقيم بالسروهيد بمركز مدينة منوف. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.